البشر من هو مثيل كالنائب ولا هو شديد كسواد الطب. مفيش حد في البشر، كلنا بنجمع كل المقال. نقول شديد العظمة انه كان بيعترف بالمقال الموجودة في القدرات الحادة اللي موجودة فيها. انما هي الفكرة بيرجع للتاني، مش براعة ان انا انقض استنى، لكن العظمة اللي انا واجه نفسي احسبها واقف وحدد واخد على نفسي عهد ما اقولش ولا اعمل غير اللي انا بقوله. دي الحقيقه كمان غلطت تماما مع عمود، لانه حتى في اثناء المرض وعرض عليه فيلم التوقيت القلم اقسم بالله كان يكلمني في التليفون ويحكي لي عن مشاهد في فيلم كانه شاب لسه هيبتدي في حياته من اول وجديد. يقول لك انا لازم تشيل ساعه تمشي بيها الشوط طويل بس همشي، انا عارف ان انا بسرعه ما بقدرش اتنفس لكن هعمل ساعه وحشين عاوز اروح الكتير مش عارف الدكتور يروح الحاجه دي. فكان يرجع تاني يقول ياه عملتها ابو الاكرمي وخلاص راح نتقابل تاني. كانت النتيجه فعلا انه عمل الفيلم بغض النظر عن اي تقييم لنا عن الفيلم يطلع كل الفيلم دون ان ينطق تاني واحد، مع ان من المعروف طبعا كلكم عارفين ان ادوات الممثل الصوت وتنادي الصوت والتحريك وكده. لكن وقبل مع ان حضور دي قصه طريفه انا مضطر اقولها بطبع فعلا، انا ما كنتش كتبت في السينما المنطقه خالص، وكان الناس معايا في التلفزيون وكان اخراجي مسرح، اخراجي مسرحيه الجواز المنصوره، و وكان خلاص يعني كنا في علاقه حقيقيه يعني، سواء كنت بقول ان انا صديق اوحد او صديق اعمى لقاء، انما كان فيه قدر من الصداقه المطروح بيسمح لي ان اتبادل الكلام حتى في التليفونات في هذه الاوقات العمل الرسمي. الحقيقه بقى انا لما جت لي فكره الصرخه في الفيلم ده ما قلت مش معقول حتى ممثل حي يطلع اقصد معقول، فكتبت الفكره في ورقه مش كاتب، انا محتفظ بيها لحد دلوقتي ومحتفظ باللي كتب بدون معقول. فرحت لمستشفى الاهرام الف كل شنوخ في الاهرام، فرحت له قلت له في حاجه ورقه واحده عاوز اخرج، مش قال لي طب خلاص اخلص الشوط ده واجي. فرحنا دخلنا اوضه المكياج قريت الورقه وانا عارف 100% انه انا ما كتبت سينما قبل كده ولا، فقلت له ده ينفع ايه؟ قال لي دي واحده العالم هيخرج بيها. يا عم رد على سؤالي ان هو عشان تدور تستخدم. لا ينفع؟ ينفع فيلم مثلا يعني؟ قال لي والله يا كرم حاولت بس انا هاخد ايه؟ هو عربيت ايه؟ قال لي خلاص سيب عربيتك انا هاخدك وهرجعك. رحت البيت لقيته غاب جوه ورجع جايب عقد معاه كان ب 2000 جنيه وقتها وجايب لي ال 2000 جنيه وقال لي ما تعملش لك الفيلم ده. روح هتطلع اخرس ما بتتكلمش طول الفيلم؟ قال لي اه طبعا هطلع اخرس. هروح انت مش عارف انت مش عارف قلت لي اصل انا قلت له انا عرفت من ان جنب بيتنا في معهد. قال لي مش انت تقول في جنب بيتكم معهد الصوت؟ قال لي خلاص بكره هنروح ونشوف الحكايه هتمشي ازاي. خد فلوسك ومبروك علينا الفيلم. وراح مطلع 50 قرش جديده وكتب وانا محتفظ بالورقه دي كتبت يعني ذكرى جنوننا الفني الجديد. فلوس الشيك وموجود في سنه 90. وفعلا بدانا نحضر الفيلم وكان صبره لدرجه ان سنه كامله ان انا كان عندي معضله طب هاتلي حوار الصوم والبكر ازاي اقول ايه؟ اقول ايه؟ طب ازاي هاجي الحوار انت بتتكلم حد؟ يقول لي انا بقول انما الفلان اللي هو عصام هيكلم ازاي؟ كل المشاكل دي كان معاه معناها مش مشكلته وكان يقدر يفكر انت يقول لك هتبقى تخلص الفيلم معاه انا ما ادري معاك حق مثلا. انما لا فضل يشارك معايا ومحمد الغلقان الحقيقه لما ضربنا على سفر مستقرين على اخراج فعلا قعدنا سنه دي واللي كان بيدربها نور وهي البطل وهي اللي خدت الجانب من الاسكندريه. هو ده مش هو ده